فقرتنا الطبية خصصناها لحتى نحكي عن مفهوم العلاج الفيزيائي واستخداماته وأهميته كمرحلة أساسية بخطة العلاج والتعافي إن كان عند الشباب أو حتى عند كبار السن. رح نجاوب على كل هاي الاستفسارات سوا مع المعالجة الفيزيائية صفاء ديوب. يسعد صباحك. سعد صباحك. صباح السادة المشاهدين. خلينا بداية نعرف عن مفهوم العلاج الفيزيائي. العلاج الفيزيائي هو مهنة صحية بتفيد بالوقاية والعلاج من أمراض الجهاز الحركي، وبالتالي وفق برنامج تمارين علاجية بتسرع بنسبة الأداء الوظيفي للمرضى، وبالتالي تقديم أفضل خدمة للمريض. طيب أستاذة، بنشوف كثير أشخاص ممكن بيلجأوا للعلاج الفيزيائي من تلقاء نفسهم بدون ما يكونوا بحاجة، والمعالجين ممكن ما يقصروا هون، فمين هنن الأشخاص المؤهلين للعلاج الفيزيائي؟ هلا العلاج الفيزيائي مثل أي مهنة علمية أو مهنة صحية، خريجي المعاهد التقاني الصحية اختصاص علاج فيزيائي، خريجين المعهد إجازة جامعية كمان علوم صحية، أو الخريجين اللي بيحملوا شهادات ماجستير وانتهاء بالدكتوراه، هذول اللي بحق لهم يمارسوا مهنة العلاج الفيزيائي. طيب، وبتتم خطة العلاج مع الاتفاق مع الطبيب المختص، أو ممكن المعالج الفيزيائي يقدر ياخذ القرار لحاله؟ هلا كلياتنا مصلحه المريض وصحته هي غايه بالنسبه لنا، ودائما توحيد الجهود الطبيه او الصحيه هي شيء اساسي، فمن الطبيعي يكون في تنسيق وتعاون بين الاطباء الاختصاصيين لحتى نقدم او نصل للمريض باسرع وقت ليمارس حياته الطبيعي بشكل طبيعي ونقدم له افضل خدمه، فطبيعي لازم يكون في تنسيق وتعاون بين الاطباء الاختصاصيين. طيب، بنشوف اوقات حالات كسر او حوادث او حتى اصابات ممكن تلجا لخطه العلاج الفيزيائي، فينا نعرف مين هنن الحالات بالضبط يلي ضروري كثير انهم يلجاوا لخطه العلاج الفيزيائي؟ هلا الحالات يلي بدها علاج فيزيائي هي اجمالا الامراض العضليه الهيكليه، امراض الجهاز العصبي، امراض الجهاز الحركي، الأذيات العصبية، الإصابات الرياضية، في حالات بعد عمليات جراحية وفي حالات قبل عمليات جراحية أيضاً بنعمل لهم علاج فيزيائي. الأذيات العصبية إجمالاً كمان بنعمل لها علاج فيزيائي بالإضافة لعمليات اللي بتجرى على الدماغ، عمليات القلب المفتوح كمان بدها علاج فيزيائي لنخفف قدر الإمكان من الاختلاطات اللي ممكن تصير مع المريض فيما بعد العمل الجراحي. طيب خلينا نحكي أو نخص الأشخاص يلي بيعملوا عمل جراحي، بعد العمل الجراحي كيف ممكن يتم التعامل مع العلاج الفيزيائي؟ يمكن بده حذر كثير معه. هلا طبيعي طالما هو معالج فيزيائي اللي عم بيأدي الخدمه فاكيد بيكون اخذ هاي المعايير بعين الاعتبار بالتنسيق مع طبيب المريض او مع الطبيب الاختصاصي. بنحط برنامج علاجي او تمارين علاجيه فهي بتناسب حاله هذا المريض، وبصراحه كل ما بلش العلاج او ما بلشنا بالتاهيل لهيك مرضى باكرا كل ما وصلنا لنتيجه افضل وقدمنا وقدرنا نقدم يعني خدمه مثلى للمريض لحتى يحسن يوصل يؤدي بالنتيجه يعني يؤدي حياته بشكل طبيعي. ممكن المعالج الفيزيائي هو يقرر ايمت الفتره يلي ممكن يلجا فيها المريض للعلاج، ولا اجباري لازم يكون تحت اشراف طبيب؟ هلا ممكن ولكن يفضل التنسيق مع الطبيب الاختصاصي. لانه بنشوف كثير اشخاص بيقول لك خلص انا بدي معالجه فيزيائيه ففورا بيلجأ. هلا هي الثقافه الموجوده، ولكن للامانه لحتى ياخذ المريض يعني ياخذ خدمه مثلى ويصل باسرع وقت للشفاء فطبيعي يكون في تنسيق مع الاطباء الاختصاصيين. طيب خلينا ما ننسى كبار السن، يعني قديش بيعانوا ممكن مع تقدم العمر، حركه خفيفه او يمكن اي غلطه صغيره ممكن تؤدي لعطل او ضرر كبير، خلينا نحكي عن اهميه العلاج لهم. هلا كبار السن نتيجه نقص النشاط الفيزيائي لهم فبتلاقي وظيفتهم الحركيه بتكون اقل من غيرهم بكثير. فهدول الامراض او هي الحالات بصراحه هي بحاجه لبرنامج علاج فيزيائي بيتناسب مع عمرهم وبيتناسب مع وضعهم الصحي، فعلا التعامل معهم بده يكون كثير حذر لانه بنيتهم الجسميه بتكون مختلفه عن الاشخاص العاديين او الاشخاص باعمار اقل، فلذلك بده يكون في حذر كثير مع كبار السن
لنحط لهم برنامج علاجي تماريني بيتناسب مع حالتهم، واني على الاقل لحتى يقدروا يمارسوا حياتهم او يؤدوا وظائفهم الوظائف الاساسيه للحياه بدون مساعده الاخرين. طيب قد ايه مثلا نسبه نجاح العلاج، خلينا نقول من 100 لكبار السن، ممكن بعد فتره قد ايه ممكن يتم تجاوب جسمهم لهذا العلاج؟ هلا ما فينا نقول قديش النسبي، هلا يفترض يفترض المريض يفترض المسن يعني انه يتحسن. هلا نسبة تحسنه هيدي بتلعب دور المسن نفسه، استعداده كمان للحياة وقابلته للحياة، كمان انه تقبله للشيء الموجود. في احيانا كبار سن بيستسلموا، وفي كبار سن لا، انه هن عندهم شغف الحياة، فهدول بصراحة بتكون يعني انه تحسنهم مقارنة بغيرهم بيكون اسرع لانه هن عندهم اراده، عندهم حب الحياه، عندهم شغف للحياه، فبيلتزموا بالتعليمات يلي بيعطيهم اياها المعالج او بيعطيهم اياها الطبيب، بيلتزموا فيها حقيقه بدقه، لانه هن مضطرين يلتزموا فيها، لانه هذا الشيء رح يخليهم يؤدوا حياتهم الوظيفيه بدون مساعده الاخرين، وهذا الشيء بالامانه يعني شيء كثير مهم تحديدا عند كبار السن. بتلاقيهم لهذا السبب متجاوبين مع العلاج، يمكن لانه هيك بتعز عليهم الحياه وبصيروا يمكن يعرفوا قيمه الحياه اكثر من الشباب. انا شفت حالات شباب بيرفضوا، ما بيتقبلوا ابدا فكره العلاج. هلا بالنسبه للمسنين اي بيتقبلوا بصراحه، لانه عم بيحسوا بالعجز، فهن بدهم يعملوا اي شيء بخليهم ما يحسوا بالعجز مقارنه بالاشخاص الاخرين، وبيتمسكوا بالحياه اكثر من الاشخاص الاخرين. كمان يمكن المعالج بيلعب دور كبير بتقبل الشخص اللي عم بيقدم الخدمه. اي حقيقه كثير له دور كثير كبير بمساعدة المريض أو بشفاء المريض، سواء مريض أو مسن أو أي شخص عم يتلقى الخدمة، يلي يعني إنه دائما في تأثير متبادل. إذا المريض أو المسن ما ارتاح للي عم يقدم له الخدمة، في مشكلة بصراحة بتكون، يعني لا يمكن يتجاوب معه، هون بقى في مشكلة. فطبيعي يعني بده يغير المعالج او بده يغير الطبيب. فهي بتشوفها كثير عند كبار السن لهم، لانه لهم طبيعه خاصه للتعامل معهم، فمو بطريقه سهله مثل الشباب او المرضى العاديين. يعني بده يكون في اسلوب وفي دقه، وفي انه يعني حتى المفردات يلي بدك تتواصلي فيها معهم بدها تكون مختلفه حقيقه عن الاشخاص الاخرين. طيب خلينا نتذكر سوا مراحل العلاج اللي بيمر فيها الشخص بعد الحادث ان كان او بعد المرض. هلا في امراض او في حالات يعني بنضطر نعمل لها علاج فيزيائي او تاهيل قبل، مثل تبديل المفصل سواء ورك او ركبه، فهذا اجباري لازم نعمل له برنامج تاهيل او علاج فيزيائي، تمارين علاجيه قبل بدء العمل الجراحي. وبعد العمل الجراحي لازم كمان نكفي له بخطه علاجيه لحتى يحسن يمارس حياته بشكل طبيعي، ويستفيد قدر الامكان من العمل الجراحي يلي عمله. ايضا في حالات القلب المفتوح كثير كثير مهم وكثير اساسي العلاج الفيزيائي لهم، لنخفف لهم من الاختلاطات يلي ممكن تصير نتيجة العمل الجراحي. فدائما في حالات بيكون بدها قبل العمل الجراحي، وفي حالات بيكون يعني قبل وبعد، وفي حالات لا، انه بقى خلص انه بعد العمل الجراحي، مجرد ما سمح الطبيب بالتحريك او بالقيام بالاجراء الفيزيائي للمريض، يفترض نبلش برنامج علاج فيزيائي وتاهيلي للمريض. طيب شو هي الاختلاطات يلي ممكن تصير هون؟ هلا بالنسبه للقلب المفتوح، الاختلاطات كثير بصراحه بتصير عندهم اختلاطات بالتنفس، ما بيقدروا يتنفسوا مزبوط، بصير عندهم مثلا انه ذات رئه، في كثير اختلاطات بصراحه بترافق، يعني انه اذا ما كان في تعاون بين المعالج ما كان في تعاون وتنسيق بين الفريق الطبي، بصراحه المريض ما بياخذ النتيجه المسلمه للعمل الجراحي يلي كان عامله. يعني ممكن تكون خطيره الى نوعا ما هي الاختلاطات، ممكن تؤدي لوفاه او لاختناق. ممكن بكل بساطه، ممكن اذا ما استدركت وتعالجت بسرعه. ممكن. طيب شو هي الأخطاء يلي ممكن يرتكبها، خلينا نقول المعالج أكيد بدون قصد، جل من لا يخطئ يعني بالنهاية، شو هي ممكن الأخطاء يلي خلينا نقول محمولة؟ بدنا ننتقل على الأخطاء الغير محمولة بعد شوي. هلا ما في أخطاء، ما بصير أساسا يكون في أخطاء طالما معالج فيزيائي عم بيطبق الخطة بالتنسيق والتعاون مع الطبيب الاختصاصي. أساسا ممنوع الخطأ، لأنه هون نحن عم نتعامل مع روح بشرية،
مع بشر يعني، فالخطأ ممنوع ما بيصير إلا إذا في حدا يعني إنه دخيل على المهنة فهو منه معالج ولا له علاقة بالعلاج الفيزيائي، بس هيك مثل كل شيء يعني عم بيمارس مهنة العلاج الفيزيائي هيك بشكل غير بشكل يعني ما بيحق له يمارسها بس عم بيحق له، هون ممكن بقى يصير اخطاء. اما معالج فيزيائي يعني بيشتغل مرضى ما بيصير عنده اخطاء، يعني ما انا حقل تجارب بالنتيجه، ما بيصير ممنوع الخطا. ممكن المريض هو نفسه يعمل حركه غلط اثناء العلاج فممكن تؤدي لخطا. بيكون هلا بيكون المريض اذا عمل تمرين غلط اثناء العلاج بيتاثر، بس هو ما بيعتبر خطا، يعني انه ممكن يصير عنده الام بتزيد نسبه الالام عنده، بس مو كمان يعتبر خطا؟ لا ما يعتبر خطا. بس المعالج بيكون مخبره للمريض يعني انه الوضعيه الصحيحه لازم يعملها، التمرين الصحيح لازم يعمله بشدته وتواتره وزمنه، وبيكون عاطيه تعليمات يعني انه مثلا المريض اذا حب يعمل هالتمارين انه فيما بعد لحاله بدون وجود المريض ولازم يعمل، لانه المريض لحاله غير كافي، المعالج عفوا لحاله فهو غير كافي، طبيعي بده المريض يعمل تمرين، فبيكون عاطيه انذارات انه هاي الانذارات ممنوع يحس منها. مثلا التعب، المريض ما بصير يتعب، اذا تعب بيكون عم يعمل تمارينه بسرعه، ما بصير يتالم، اذا تالم بيكون عم يعمل شيء غلط لانه يفطر او عم يعمل شيء بكير يكون عمله، وهي الاشياء بيكون المعالج اكيد مخبره اياها للمريض لحتى تعاون المريض كثير مهم لحتى نوصل لمرحله الشفاء. طيب خلينا نحكي عن اهميه العلاج للاشخاص مصابين الحرب او يلي عندهم حوادث كبيرة، خلينا نقول أهمية العلاج بتعويض الأطراف الصناعية. تماما. هلأ بالنسبة للأذيات الحربية يلي سببت كتير إعاقات حركية عند شباب أو الأماني، كل ما تدخلنا بسرعة بهيك حالات كل ما توصل المريض لنسبة شفاء بطريقة أسرع، تحديدا مثلا الحالات يلي عندهم بتور، اللي عندهم بتور الاطراف ما عاد يقدروا يمشوا الا اذا تم تركيب طرف اصطناعي لهم، فهي مرحله انه في قبل تركيب الطرف الصناعي بدنا نعمل تمارين بتقوي الجزمور او الطرف المبتور لحتى يقدر فيما بعد يحمل الطرف الاصطناعي حتى يقدر يساعده للمشي، يقدر يساعده للتوازن، يقدر يساعده ليؤدي حياته يعني اقرب للطبيعي. طيب وبعد عملية زرع الطرف كيف بتتم المعالجة؟ ممكن تطول كمان؟ هلا مو بقى ممكن تطول او ممكن تخف، هيدي بده بقى يستمر فيها. هلا لحدا ما بيعاني من اي شيء لازم يعمل تمارين علاجية او تمارين رياضية، فهي تعليمات يفترض المصاب يضل عليها على تواصل، يعني ما يعتبر حاله انه هو مرض، انه لا خلص انه بده يعتبر حاله انه هذا جزء من حياته، صار كيف الصبح بده يقوم يمشي يعمل تمرينات رياضيه، هيك هذا المبدا، فلازم يستمر فيها، ولا اذا ما استمر فيها راح يضعف الطرف وما عاد يوصل لمرحله ما عاد عنده قدره الجزمور يحمل الطرف الاصطناعي، وبالتالي راح يفقد وظيفه المشي. صحيح. طب خلينا نحكي عن ممكن دور المعالج الفيزيائي يكون له دور نفسي شوي، يعني يساعد نفسيا، ولا خلاص انا معالج فيزيائي بس؟ لا حقيقة المعالج الفيزيائي يعني بيتحمل عبء كبير، مو بس بقى هو بده يقدم له خدمات علاجية ليمارس نشاط فيزيائي المريض، لا أكيد الأثر النفسي كتير مهم، طبعا بده يشتغل على نفسية المريض، بده يشتغل على رفع معنويات المريض أو المصاب لحتى يقدر يتحسن، وإلا يعني بيشعر بالإحباط. لذلك قلت لك إنه هيك نوع هيك مرضى المفردات المستخدمة معهم بتكون مختلفة عن الآخرين، يعني دائما بده يحسسه بالسعادة وبده يحسسه بأهمية الشيء اللي عم يعمله لحتى هو يقتنع، يعني في مرضى ما بيقتنع بسهولة، لحتى يعرفوا شو أهمية الشيء اللي عم يعملوه لحتى يقتنعوا فيه، وبالتالي نتيجة إقناعهم لإله حيمارسوه حيطبقوه، فإذا ما اقتنعوا فيه مستحيل يطبقوه، وبالتالي إنه راح يضلوا عاجزين عن أداء حياتهم الوظيفي. لذلك المعالج بيتحمل يعني بيتحمل عبء معنوي كتير، وبده يقدم نصائح نفسية ورفع معنويات للمريض بالإضافة للتمارين العلاجية اللي طيب اللي لازم يقدمها. اوكي. طيب ممكن العلاج الفيزيائي خلينا نقول بحالات ما تكون بديلة عن العمل الجراحي، ممكن تخلي الشخص انه يتجنب العمل الجراحي لفترة طويلة؟ ايه في كثير حالات، يعني انه على الاقل يعني مثل ما بيقولوا بالعامي بندفش العمل الجراحي لبعدين، يعني في مثلا عمليات
التبديل المفصل، يعني قد ما كانوا العضلات قوية قد ما اشتغلنا على المريض تمارين أو برنامج علاجي فيزيائي لهيك حالات، كل ما أخرنا إجراء العمل الجراحي. أيضا مثلا الأزيات العصبية، حالات العمود الفقري، يعني أنه كل ما كان أنه علاج فيزيائي وعلاج محافظ بيطبق بطريقة مثلى، كل ما كل ما أخرنا بصراحة العمل الجراحي. وأحيانا في حالات بنخلي المريض أنه يتجاوز العمل الجراحي اللي كان مقرر له حسب الحالة وحسب حسب طريقة التطبيق كمان. تمام. طيب خلينا نحكي عن الأشخاص يلي عندهم ديسك. فورا في أطباء فورا بيقولوا إنه أنت لازمك عملية 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 فورا. فممكن خلينا نحكي عن مرض الديسك، هلا ممكن العلاج الفيزيائي يساعد؟ هلا أنا ما فيني أتدخل برأي الطبيب إنه إيمت بيقرر يعمل عملية، بس ممكن العلاج الفيزيائي يأخر العملية ولا يلغيها؟ لا أكيد أكيد العلاج الفيزيائي كتير مهم، يعني بالعكس كل ما نعمل له علاج فيزيائي بطريقة بطريقه مثلى وقدم له خدمه افضل للمريض، كل ما كان انه حتى اذا عمل له عمل جراحي لهذا المريض اللي عم بيعاني من ديسك، كل ما كانت نتيجه العمل الجراحي افضل وبتكون احسن بالنسبه للمريض. فعلاج الفيزيائي كثير ضروري وكثير مهم للازيات العصبيه، للامراض العصبيه بصراحه. يعني جواب دبلوماسي، ما اكدتي لي على شو دي انه ممكن العمل الجراحي، العمل الجراحي يلغي العمل الجراحي. هلا في حالات اكيد ممكن يلغيها، انه بس القرار العمل الجراحي اكيد الطبيب هو اللي بيقرر. يعني في حالات ممكن تشفى؟ ايه طبعا في حالات كثير ممكن تشفى على العلاج الفيزيائي، اذا كان العلاج الفيزيائي او اللي عم بيطبق العلاج الفيزيائي في تنسيق وتعاون مشترك بين فريق من الاطباء الاختصاصيين، لانه هو اي عمل بصراحه هو بتكون فريق، فهو ما هو مو جهد فردي، فلا هو يكون فريق. كل ما كان في فريق كل ما كان المريض حقيقه اخذ نتيجه صحيه اكثر، وكل ما عاد يعني انه بتكوني انت وفر يعني دفشت يعني انه لغيتي او اجلتي عمل جراحي لمريض، بدل ما يعملوا هلا هي السنه مثلا ممكن يعملوا بعد سنتين، ويمكن ما يعملوا اذا غير شيء بنمط حياته، وإذا مارس يعني حسب التزم بالتعليمات اللي بيقدمها الطبيب مع المعالج هي ممكن بكل بساطة. خلينا نحكي عن المرضى يلي ما كتير عندهم مقدرة لحتى يلجأوا للمعالجة الفيزيائية، يعني بسبب الوضع المعيشي والاقتصادي، قد ايه مهم اليوم يكون بكل مشفى أو يكون منتشرة مراكز العلاج الفيزيائي بالمستشفيات؟ هلا حقيقه الدوله يعني في مراكز علاج فيزيائي مجاني بتقدم فيها الخدمه في مشافي وزاره الصحه، في بعض مشافي وزاره الصحه بيقدم المريض يعني بتقدم الخدمه للمريض بشكل مجاني، واذا ما بده يلجا المريض لمركز علاج فيزيائي او ما بده حالته مثلا ما بده يجيب معالج فيزيائي لعنده على البيت يكفي له بالعلاج الفيزيائي، ما عنده قدره ماليه، فالدوله في عندها ببعض المشافي في عندهم هاي الخدمه بتقدم مجاني للمريض، والمريض هو حر بقى وين يختار. بس معالجين ما فيهم يقدموا هاي الخدمه، مثلا اذا انا عم اشتغل مشفى حكومي روح اقدم هاي الخدمه، مثلا روح على البيت لعند المريض اذا ما عنده قدره انه هو يجي على المشفى يمكن وضعه ما يسمح. هلا بتتدخل الجمعيات الخيريه اذا كان في كلفه، يعني بتتدخل الجمعيات الخيريه بقى وبترجع بقى في معالجين لا بيروحوا بشكل تطوعي، بيروحوا بشكل تطوعي لعند هذا المريض وبيعالجوه بدون مقابل، يعني في حالات هيك وفي حالات هيك. خلينا بنهاية وقتنا معك ننهي بكلمة منك أو بعض النصائح للمشاهدين. هلأ بعض النصائح دائما يعني أنه الوضعية الطويلة بالنسبة لأي حدا فينا بصراحة هي مزعجة، يعني أكثر من نص ساعة أو ساعة حد أقصى حسب الأعمال، يعني أنه يفترض الشخص الطبيعي ما يضل موجود فيها، يعني يقوم يمشي ويقعد. الوضعيات الجلوس لازم يكون جالس بالطريقة الصحيحة. وضعيات النوم كمان كثير مهمه، الاعمال الدقيقه كمان، الاعمال الدقيقه اللي بتبذر يعني بده يبذر الواحد فيها تركيز،
تركيز عالي ومجهود عالي، هيك وضعيات يفترض ما يستمر عليها لفترة طويلة، دائما يغير الوضعية، يغير نمط حياته. المشي، الرياضة، يمارس رياضة المشي، رياضة المشي كثير مهمة وكثير منيحة بصراحة للجسم ولتحسين عتبة المزاج كمان عند الشخص، فنحن كثير بحاجة لهيك اشياء. صحيح، انا هلا قعدتي صح بما انه ممتازة. بدنا نشكر وجودك معنا لليوم صفاء ديوب، اخصائية فيزيائية، شكرا لك. شكرا لحضرتك وشكرا للسادة المشاهدين، ان شاء الله نكون خفيفين الظل عليهم، نتمنى الصحة والنشاط الفيزيائي للجميع.